لو معاك ورقة عادية في ايدك وعايز تاخد الكلام اللي فيها على الموبايل مكتوب بدل ما انت تصوره، هتفتح تطبيق جوجل وهتلاقي علامة الكاميرا دي، هتاخدها وهتمسك الورقة كده وهتحاول تظبط الورقة بحيث ان الخط الابيض اللي ظهر ده او يظهر كده، بص هيظهر على الكلام كله دلوقتي، يحدد الكلام كله اهو بالابيض كده، كده الكلام كله اتحدد. وهتيجي على العلامتين الزرق دول تحدد الكلام كله كده، وهتروح جاي اعمل له نسخ، يعني تحدده كله نسخ، النص هيديك الكلام كله نسخ. وبعد كده هتروح على المفكرة او الملاحظات او النوت زي ما يكون اسمها في التليفون عندك، وهتعمل علامة زائد اللي تحت ديت، وهتعمل نسخ للكلام كله اللي انت خدته ده، كل الكلام اللي كان مكتوب في الورقة واصبح معاك تكست على الموبايل تقدر تعدل فيه او تقدر تبعته لاي حد. وبس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك.